صباح النور كديري البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس، تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم اول فيديو في سنه 2021، كنتمنى يا ربي تكون سنه زوينه بزاف بزاف بزاف، وكل واحد الله يحقق ليه كل ما كيتمنى في خاطره. فيديو ديال اليوم ما مصورش هذا العام، صور العام فات ولكن عاد كتبت تحت اليوم. المهم صوره شي 3 ايام دابا ولا 4 ايام ولا ما عقلتش. المهم بحال هكا، بنات بزاف منكم سولتوني على دوك المملحات اللي شفتو كنت درتهم في الفيديو ديال الاحتفال ب100ك، وقررت اليوم انني نصورهم معكم، درتهم في الفطور وقلت علاش لا ما نصورهمش، خصوصا انهم ساهلين اكثر ما كتصوروا، وفي نفس الوقت كيعطيونا واحد الشكل زويون في الطبله ديالنا، تقدروا تعتمدوا عليهم في الفطور اولا الكوتي اولا المملحه ديال عيد ميلاد اولا اي حاجه. شنو كنحتاجوا؟ الخبز ديال العيشه البنات، راه بزاف منا عارفين كي سحبت لهم زمان غالي ولا شي حاجه، وراه رخيص كيدير غير 5 دراهم حتى ل 6 دراهم في كارفور اولا بي، ممكنين المحلات اللي كيبيعوا غير ب 5 دراهم. كدهنوه باي نوع ديال الجبن، فرماج مثلث اولا اي جبلي اولا هذا اولا المهم شنو ما بغيتو. الخص طبعا كتكونوا غاسلينه مزيان مزيان، وطبعا ناشف، انا راه كما كتشوفوا دايره في زويف ناشف، كتفرشوا هكا شويه ديال الخص وكديروا اما لا دانت في مي، انا هذا كنحمق عليه بالبزار، اولا تستعملوا كاشير. المهم انا كنعطيكم افكار وانتم ديروا اللي عجبكم، كديروا غير واحد الطبقه رقيقه هكا، ماشي ضروري انكم ديروا بزاف. وهذا الفخوماج هذا خديته من بيم من كارفور بالكامون، حتى هو زويون صافي. وتقدروا ديروا محلبه هنا في الفطور، غندير غير الفرماج يعني شاركوتري والفرماج، مثلا في الكوتي تقدروا ديروا طون مايس، ديروا اي حاجه يعني شنو لادان شنو ما بغيتوا. كتشدوه كتروليوه هكا في السلوفان، كتخليوه هكا غير واحد شي واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق، وانا غنوريكم الطريقه ديالو كيفاش داير. يعني كما قلت لكم راه ساهل، وفي الحطه بحال هكا كيعطي واحد المنظر لي زوين، وكيبان راقي وكيبان شي حاجه هكا معمره الطبله، وبابسط الاشياء. يعني كنعاود قدامكم وحده اخرى غير بالفرماج المثلث باش تجي، يعني باش تشوفوا الطريقه راه ساهله بزاف بزاف بزاف. دابا نصاوب معكم، حتى سبق لي درت في واحد الفيديو قبل، كيجيو هكا بحال بريوات مثلثين، كنديرهم بالبيض مقلي حتى هما، يا سلام راه حويجات ببساط، غتصاوبهم طبيله كتشهي. المهم الا لقيت التشجيع في هذا الفيديو هذا، غنبقى نشارك معكم هكا وصفات ديال الطبخ اللي كيكونوا ساهلين بحال هادي، راه زعما شي حاجه اللي بسيطه وفي نفس الوقت سهله في نفس الوقت بنينه. المهم نديروا الخص نفس الطريقه كما قلت لكم، اي نوع ديال الفرماج اي نوع ديال الكاشير عندنا اي حاجه ماشي مهم، ما تبعوش يعني نفس الطريقه ديالي، ولكن تقدروا ديروا اي نوع. وكما كتشوفوا راه كندير شريحه رقيقه بزاف صافي، كتروليو غير ملي تروليو زيروا مزيان. هاد الخبز هذا راه تقدروا تحتفظوا به في المجمد وقت ما بغيتوه، كتجبدوه وكتخدموا به، كتخليوه غير واحد 5 دقائق كيطلق، لان رقيق ما كيشدناش ما كيتجمدش بزاف. ونفس الطريقه حتى هو غنروليه وصافي، كتشدوه من بعد ما كيدوز واحد 5 دقائق. انا غير كنكمل نورمال، ممكن نعمر في اتاي ولا شنو بغيت نوجد، وكنبدا نقطع، كتقطعوه بموس ماضي هكا دوائر، ها نتوما غتشوفوا قدامي صافي. داكشي اللي بقى يعني فطور بسيط جدا ولكن بنين، وكنبدلو داكشي اللي بقى ليا ديال لاداند فيمي، كان هكا كنوزعو هكا في الطباسل. انا صراحه من عش، انا مكيعجبنيش كاشير العادي، ولادي اللي كيبغيه، ولكن انا هذا سبحان الله ما كنقدرش نقاومو، كيعجبني كل ما حاجه كل حاجه فيها لاداند فيمي، حتى من لي بات حتى من مملحات كل شيء صافي. وكنوزع هاد الفرماج هو اللي بنين بالكامون، صراحه انا اول مره نجيب هذا ديال الكامون، اختي اللي قالت لي راه زوين وخديته. يعني كما قلت لكم انا الهدف من هذا الفيديو هذا هو ان بحويجات بساط تقدروا ديروا واحد الطبله اللي مختلفه، لان سبحان الله العين هي اللي كتاكل قبل من الفم سبحان الله. يعني راه كان هكا من هنا الناس في حويجات بساط، ها انت زوقتي الطبله، ها نتوما غتشوفوا كيفاش غادي نقدم هادو. غنفك هذاك السلوفان بعد ما كتكوني وجدتي اتاي ديالك ولا قليتي بيض ولا شنو بغيتي ديري، وكتقطعوهم بالموس. دوك الجناب انا كناكلهم، راه ماشي كنرميهم، كناكلهم غير في الطبله ما كنحطهمش، لان ما كيجيوش هكا، ما كيجيش المنظر ديالهم زوين. كنبدا نقطع عادي، وصافي غادي باش غادي ديرهم نتوما. الا عندكم غير الكوردون العادي تقدروا يعني تشدوهم بهم هكا وتذوقوهم بزويتينه اولا باش ما بغيتو. انا عندي هذوك اللعيبات راه موجودين عند مالي اللواني ولا مالي الماعن، كدير بكيه ما عرفوش 260 ولا 300 في الاشكال والانواع، وخصوصا هادو ديال البلاستيك، يعني كتعاودي تغسليهم وكتعاودي تستعمليهم صافي، كتزوقي بهم هكا الطبيله ديالك كيجي منظر غزال. هادو هما اللي كنت كما قلت لكم درتهم في الحفله ديال 100ك، والاغلبيه سولوني قالوا لي شنو هو داكشي، شاركي معنا الطريقه ديالهم، خصوصا انها زعما بسيطه، وشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. وصافي انا غنبقى مكمله بحال هكا حتى نكمل البلاطو ديالي كامل. Thank you.
البنات غادي نشارك معكم مشترياتي ماشي شي حاجه بزاف، ولكن المهم انا كما كتعرفوا القناعه ديالي ان شي حويجات اللي هما بساط كيفرحوني. الا ما قدرتش نفرح بحاجه بسيطه اكيد ما غنقدرش نفرح بالحاجه الكبيره. المهم هادو كويسات، يا سلام البنات شربت اتاي فيهم شحال كتحمق. هادو البنات خديتهم ب 150 درهم، واش غنقول لكم فنين بزاف بزاف. كل جوج كيسان في لون، كاين الصفر الازرق الخضر الغوز الموف، وهادي البنات ديال الخشب من التحت ديال الكيك، والفوقاني ديالها غير بلاستيك. كاينين في بيم، كاينين اليوم في بيم، دايرين 100 درهم البنات، والصراحه زوين عجبتني كاليتي ديالهم. ما بغيتش ناخذ دجاج لان الدجاج كنبقى خايفه منه هكا اللي يتهرس. هادو بلاستيك صراحه زوين، ونقدر نستغل حتى هذاك التحتاني ديالهم هكا فطور ندير فيه الفرماج المسمن اي حاجه. المهم انا غير كنبغي نشارك معكم الحويجات اللي زوينين، واللي باش نتوما الا بغيتو تاخذوا الحاجه كتعرفوا فين. دابا البنات غادي نشارك معكم واحد الجوله بسيطه جدا عند مالي الماعن، هكا تاخذوا افكار لان كيعجبوكم كتقول لي صوري لنا محلات هكا في خنيفره، شنو كاين شنو الجديد شنو هذا. هانتوما كتشوفوا البنات على عينيكم. هذا المحل هذا كاين حدا المحل اللي كيبيع الماعن، داك المعرض اللي كاين حدا بوزيان، صراحه عنده داكشي زوين. وهانتوما كتشوفوا مشات اختي اللي كانت خدات من عنده هذوك الطويجنات اللي كيكونوا 4 ديال الطويجنات في بلاطو هكا ديال الخشب نيت، صراحه زوين. المهم ديتكم معايا اللي ما شريت نزه، واللي عجبته شي حاجه اكيد راه المهم انا غير كنصور باش هكا تاخذوا افكار. من بعد هذه الجوله البسيطه اكيد حنا العيالات كنحماقوا على الماعن. انا دزت غير البيم، كنت باغيت ناخذ غير شي حاجه هكا بسيطه، بغيت ناخذ حاجه للدار ملي شفت هذوك. وصراحه من بعد ملي جيت لهنا للمعرض لقيتهم هذيك ديال الكيك. المهم انا هي كاينه هنا في المعرض، ولكن انا خديتها من بيم، والثمن ديالها ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا، دايره 100 درهم. حتى هادو ديال الخشب صراحه خرجوا من شحال هادي، ولكن انديمودابل صراحه، كي فنين زوينين ما كيديمودوا ما حتى شي حاجه. انتما كتشوفوا الطويجنات على اشكالها اشكالها وانواعها، كاين كويسات، ولكن الكويسات اللي خديت انا يا سلام خديتهم انا واختي. انتما كتشوفوا كاين هادو ديال اتاي، كاين عندي انا ديال الاينوكس، وما ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، ما خسروا ليا ما حتى حاجه. المهم ندوزكم مع هاد الجوله البسيطه، ومن بعد غادي ندوزو عند ماما ناكلو كسكسو. كسكسو ديال الوالدين صراحه كيكون زوين وبنين. انا راه ما عنديش مع كسكسو ما بيني وبينو غير الخير والاحسان، ولكن ديال ماما صراحه كيجي بنين وزوين ولذيذ. المهم انا كنتمنى انكم تكونوا خديتوا افكار من هاد الجوله هادو، ولا كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات والنوع ديال اللي كندخل فيهم حتى الطبخ وهكا شي حويجات ديال الطياب. خليوها ليا في لي كومونتير، ما تنساونيش اصحاباتي من لي لايك لي لايك لي لايك. كوكو بنات، كوكو هلو هلو بلاش بنات، كوكو بنات كوكو بنات غالي، قولوا مرحبا ديروا لايك سبسكرايب. طبعا البنات رقصنا مود هاد اللي عمرنا كويس اتاي ماشي به فيه. بغيت نشارك معكم هاد الحليوات هادو ديال اسباس البرج اللي مقابل مع النيه، باش غنقول لكم البنات بنان 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 ديال بصح، كيديروا يمكن 12 درهم، وهادوك الاخرين دوك اللي مدورين فيهم كيت كات ديال دايرين 15 درهم، صراحه بنانين وزوينين بزاف بزاف. ومن بعد غادي نديكم معايا فواحد الجوله في مدينه خنيفره. Oh,
كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف ويكون عجبكم وتكونوا هكا